السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيك الباربا او البنجر، كيجي لذيذ وبنكهه مميزه، بنكهه التوابل القرفه والزنجبيل. نتمنىكم تجربوه ان شاء الله. تبعوا معايا هنايا المقادير. عندي هنايا 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، كاس ديال الباربا مسلوقه ومطحونه تقريبا 2 ديال الباربات، عندي هنا 100 ملي من الزيت نباتي، 80 غرام من السكر سنيده، علبة زبادي بدون سكر 110 غرام، عندي هنايا معلقة كبيرة ديال القرفة، معلقة كبيرة ديال الزنجبيل، عندي هنا جوج معلقة كبار من الشوكولاتة بودر، عندي هنايا 16 غرام بيكن بودر، جوج معلقة كبار من المربى ديال المشبش، عندي هنايا 50 غرام ديال الجوز، عندي هنايا 50 غرام من الشوكولاتة فيرميسيل، و 250 غرام ديال الدقيق الابيض واللوز ايفيلي للتزيين. تبعوا معايا هاد الكيكه هادي، انا متاكده انها تعجبكم، ما غاديش تستغناو عليها، تولي معتمده عندكم. والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله. المتأيّم أغنّاه